شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم التي تعقد بمدينة شرم الشيخ تحت شعار العودة معا بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه عدد من المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر أن الدولة تهتم بقضية الوعي من خلال منظومة متكاملة تبدأ من الأسرة والمنزل مرورا بالمدرسة والجامعة ووصولا إلى دور العبادة بالإضافة إلى الدراما والإعلام. وأضاف الرئيس السيسي أن الأوضاع في مصر آخذة في التطور بشكل كبير، مشيرا إلى أن السنوات السبع الماضية شهدت بذل جهود كبيرة للارتقاء بمختلف القطاعات. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بدأت تسليم المواقع التي تشرف على حمايتها إلى قوات الأمن الكازاخية، وأشارت الوزارة إلى تجهيز المعدات والعتاد الخاصة بالقوات لتحملها على طائرات عسكرية روسية والعودة إلى نقاط انتشارها الدائمة. أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أن دول الناتو أكدت دعمها لسيادة أوكرانيا خلال اجتماع مجلس روسيا الناتو، واتهمت تروس روسيا بانتهاك الالتزامات من خلال أعمالها الأخيرة على حدود أوكرانيا، مضيفة أن الطريق الوحيد لموسكو هو وقف التصعيد والمشاركة في المناقشات البناءة. أعلن رئيس صربيا ألكساندر فاتوشيتش أن بلاده لا تعتزم الانضمام إلى الناتو وتفضل تطوير جيش قوي لحماية نفسها. وشدد الرئيس الصربي في تصريحات تلفزيونية على أن بلغراد لن تسمح بأي عملية عسكرية ضد السكان الصرب. سجل مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا حول العالم قفزة حادة، حيث لامس 4,400,000 حالة حسب معطيات منظمة الصحة العالمية. وأضافت المنظمة أنها رصدت أيضا 7,735 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد.